وحول هذا الموضوع كذلك معنا عبر الهاتف السيد سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. سيد سلمان، كونك رئيس مجموعة حقوقية، كيف تقرأ قرار الإفراج عن 361 نزيل في هذه الأيام السعيدة على مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا في البداية نهنئ جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه والحكومة الرشيدة وشعب البحرين بهذه الأيام العزيزة على قلوبنا المتمثلة في أعياد أعيادنا الوطنية المجيدة. وعودة لسؤالك أخي الكريم، تشكل الأوامر والمراسيم الملكية السامية خاصة منها المتعلقة بالعفو عن بعض المحكومين والذين غضوا جزء من محكوميتهم دعم يسهم في التطوير المستمر للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين. ويشكل مرسوم العفو الملكي السامي الذي شمل 361 اليوم لأثلج صدور العوائل وأثلج صدور المتتبعين، وكذلك كنا كمنظمات متابعة محكومين في قضايا 361 محكومين في قضايا مختلفة. طبعا تشكل هذا نهج أصيل في دولة القانون والمؤسسات، كما أنها تؤكد على عقيدة الإصلاح التي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات، ولا يفوتنا التي تتواخى طبعا إصلاح الأفراد من المحكومين وتأهيلهم وتوجيه قدراتهم وأمكاناتهم وإدماجهم في المجتمع للمشاركة في بناء وطنهم والمساهمة في تحقيق التقدم والنماء فيه، حيث أن احنا نعتقد لا يمكن للمجتمع أن يتقدم إلا سمو هذه المراسيم وسمو القرارات هذه اللي تدمج المجتمع وتعطي فرصة خاصة ما يتعلق بالمحكومين، حيث أن هذا تمثل لهم فرصة بإعادتهم للمجتمع. نتمنى أن يعني يستغلون هذه الفرصة في الاندماج ويتجاوزون عن أخطائهم في حق نفسهم وارتكاب الجرائم. نعم، إذن السيد سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك.